وكان عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن منكر يراه عند أهل بيته، بل يسارع إلى إزالته، لأن حماية الأهل من المنكرات هو من الواجبات العظيمات على كل زوج، وهو داخل في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن هذه المنكرات إذا تركت في أوساط الأهل ستعرضهم لعذاب الله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام شفيق على أهله، شفيق على زوجاته، لا يريد لهن أن يتعرضن لسخط الله ولا لعذاب الله. فدخل عليه الصلاة والسلام مرة وفي البيت قرام فيه صور، يعني ستارة ستر فيه صور ذوات الأرواح مرسومة على هذا، فتلون وجهه، تلون وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن هنالك منكر، هنالك شيء من الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر على وجه كل شيء صريح غاية الصراحة، ما عنده مواربات ومخادعات، يعني تقرأ في وجهه ما في نفسه، تقرأ في وجهه ما في نفسه، ما في يعني. بعض الناس ما تعرفه زعلان ولا فرحان ولا غضبان ولا ما تعرف، لا ما وجه غير معبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في وجهه أحيانا البشر والسرور، ويعرف مثل القمر إذا سره استنار كأنه قطعة قمر، وإذا غضب يرى ذلك في وجهه، تلون وجهه تلون. فعائشة: أتوب إلى الله يا رسول الله؟ ماذا أذنبت؟ أستغفر الله؟ ماذا؟ تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. رواه البخاري. الرسام والنحات يحاكي خلق الله ويصور صور ذوات الأرواح محاكيا ومضاهيا ومشابها، يريد أن يتشبه بخلق الله. من الذي يخلق الروح؟ الله. فإذا جاء هذا وشكل صورة، صورة من ذوات الأرواح، ما معناها؟ بعض الناس لا يدرك هذا المرمى، لا يدرك هذا المغزى وهذا المعنى، فيستغرب إيش ليش يعني ليش تحريم من صور ذوات الأرواح، وإيش ليش مكبرين الموضوع خلق الروح، قل الروح من أمر ربي. هذه لا يمكن أن يعملها المخلوق، ولا يسمح له بأن يحاكي أبدا، ولا بد قطع الطريق على هذا. ثم إن صنعت هذه الأشياء فيها لا هو طريق لتعظيمها، وربما يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها أو إلى صرف نوع من العبادة لها وهكذا. فلذلك صور ذوات الأرواح لا يجوز أن تعمل ولا تجسم ولا ترسم ولا تنحت ولا تحفر. فأنكر عليه الصلاة والسلام هنا على عائشة بالقول وبالفعل، لكن ما ضرب عائشة ولا سب عائشة ولا قبح وجه عائشة، يعني هو صح تلون وجهه غار من وجود المنكر، لكن ما آذاها، وإنما وعظها، ذكرها، زجرها، وبين لها الحكم، وما كان يعني بطريق كأن ما حصل شيء. لا، لا بد الإنسان يكون عنده انفعال، يعني إذا صار خطأ، إذا ما انفعلت عند الخطأ أنت، وليس المقصود انفعال أن تحطم وتكسر وتسب وتلعن، لا، الانفعال أن يرى على وجهك، أن يرى على وجهك أن هذا في خطأ حصل، ولا كيف يتربى الذي أمامك إذا كان هذا بردا وسلاما وكأن ما صار شيء؟ لا، صار شيء، لكن كيف يكون الأثر؟ يتلون وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام وقال كلام وعظ موعظة، موعظة شديدة. بعض الناس ما يبالي زوجته عندها صلبان ولا ذوات الأرواح ولا آنية الذهب والفضة ولا ما يغير شيئا، وهذا خطأ. كيف بيوتنا مليئة إذن بالمنكرات إذ نحن ما نغير، لأن باب التحف والكماليات والأشياء هذه فيها كثير من هذا الباب، اليوم فيها كثير من ذوات الأرواح وغيرها. أين يعني موقف الزوج الذي يحكم الشرع ويرفض هذا؟
دع عنك الأشياء التي تعمل للحاجة كصور الكاميرا عند إثباتات الشخصية وعند وجود أو ما عمت به البلوى كالصور على المعلبات وعلى المصنوعات والأشياء، ما لا يكاد يخلو منها بيت يعني مطبخ، وتجد هذه الأشياء موجودة في المصنعات والمعلبات، ولو جئت تغير كل هذا شق عليك جدا. فهذا ممكن أن يعني يعفى عنه لعموم البلوى، لكن أن الإنسان يقر وضع تمثال صنم في بيته، إيش هذا؟ ترى تمثال بوذا. بعض بيوت المسلمين فيها تمثال ما يسمى بمريم العذراء محطوط في البيت، إيش هذا؟ ما يجوز وضعه، حرام، ما تدخل الملائكة. بعض لا يأبى، يقول هذه تحفة فنية، وبعضه يروح يشتريها بمليون، يقول هذه من القرن السادس عشر، يا فرحتنا على فتح على تحفة من القرن السادس عشر. وترى دكتور الآثار يأخذ الطلاب ويدخل تحت في هذه الآثار المقبرة ويطلع يحفرون، يقول وجدنا، إيش وجدت؟ بس بخلاص ارجعوا هاتوا اخرج، إيش طلع؟ تمثال صنم. صنم هذا 4000 سنة قاف مين، وحطوا وهاتوا الصور وهاتوا الجرائد وآثار، هذا حقه أن يكسر يتلف، وش ما هذا؟ أو ما هو شرك قوم نوح؟ ولذلك يعني ترى أن بعض الناس يتساهل في هذه الأشياء وتراها في بيته، وهي من تمثال بوذا، هذا مما يعبد من دون الله، مما يعبد من دون الله.